ان شاء الله في ناس بدات تنزل الشغل. انا بقول لحضرتك دي حاجه سهله جدا. انت دلوقتي بتتعامل مع حد، انت موظف في بنك، انت حضرتك رايح بنك، خلي معاك ازازه كحول عشان لما تاخد فلوس اطهر ايديا. لو هتروح النهارده مكنه اليومين دول في قبض فلوس، ازاي نتعامل مع مكنه الصرف الالي اللي هي مكنه الاي تي ام؟ انا رايح لقيت زحمه ابعد، واقول للناس على فكره ما تتكسفش لما تلاقي الناس واقفين زحمه، قول لهم انتوا كده غلط، الناس هتسمع كلامك، تباعدوا، نقف في طابور بينا ومن بعض متر ومترين كمان مش هيجرى حاجه، ده مش عيب. وبعدين لما اوصل للمكنه ابقى لابس جوانتي ولابس الماسك من الاول، ما اقفش في وسط الناس من غير الكمامه تماما، والجوانتي في ايدي، اضرب على المكنه، اصرف فلوسي، معايا ازازه كحول اطهرها عشان اضمن ان كل حاجه تبقى ماشيه كويس، وبعد كده اروح البيت اتخلص من الكمامه والحاجات دي بالطول قلتها، اطهرها واقطعها وارميها عشان ما حدش يستعملها. مش عايزين ننسى الكلام ده، حقيقي قلناه بس ايه لازم نفتكره. كمان برضو احنا محتاجين نرفع المناعه بتاعتنا، بعد من الفطار من المغرب من ساعة المغرب لغاية الفجر نشرب المياه كتير، زيت الزيتون على السلطة الخضراء، أكل البرتقان، الزبادي بالليل عليه معلقة بذور كتان عشان ترفع المناعة بتاعتك. بذور الكتان دايما بتقول عليها وفيتامين سي. عايزين نفهم احنا نسينا بفكركم تاني، إذا كنا نسينا بفكركم تاني. نقعد في البيت في الفترة من المغرب مفيش خروج. الصبح على فكرة حتى الناس اللي ما عندهاش، انا ما انزلش من بيتنا يا خلود الا اذا كنت محتاج. برضو بفكر الناس، انت رايح السوق هتروح سوبر ماركت، هتروح اي حته، الماسك يعني غير الناس راح الشغل. انا بنزل السوق هشتري خضار، هشتري اي حاجه، معلبات، لازم الماسك، ما اقلعش الماسك ابدا، انا ما اعرفش مين اللي معايا. كمان الباب بيخبط، الراجل اللي جايب لي الوصل بتاع الكهرباء، الغاز، اي حاجه هجيبها للسوبر ماركت، لازم بعد ما اخد الحاجات دي اطهر ايدي بالكحول، ومن غير الكحول الميه والصابون. لازم احافظ على نفسي. يبقى اذا الوقايه حضرتك في الفتره اللي جايه هي سلاحنا جميعا للتخلص من هذا الفيروس. وقلت حاجه مهمه برضو، الناس اللي بتجيلنا او بتخبط علينا الباب سواء بتاع الكهرباء او الميه او حتى السوبر ماركت، نفكر الناس ازاي يعقموا برضو الاكياس والاكل والمعلبات بالكلور والكحول وما الى ذلك. انا دلوقتي الباب خبط وجالي الراجل البقال او السوبر ماركت او اللي جايب الاكل، بيجيبه غالبا في كيس بلاستيك، تمام؟ اول باخد الكيس البلاستيك ده بجيب قطنه وكحول، ابل القطنه بالكحول، بلاش ارش كحول على الاكل ولا على الكيس، وامسح الكيس كويس قوي بالكحول من بره. تمام؟ الكيس ده لما اخده في مكونات، المكونات دي ممكن تبقى خبز، ممكن تبقى خضروات طازجة، ممكن تبقى فاكهة، ممكن تبقى معلبات، المعلبات دي ممكن تبقى كرتون أو بلاستيك أو معدن أو إزاز. نعمل إيه في الحاجات دي؟ العيش أسخنه، يبقى كده اطمنت تماما. على فكرة بنقول الكلام ده ليه؟ أصل الناس نسيت، فلازم نفكرهم. طب الخضروات الطازجة بننقعها في مية وخل وبعد كده نغسلها بالمية والصابون العادي، مش الصابون بتاع الأواني. الفاكهه بنغسلها بميه وصابون. طيب المعلبات قطنه قبلها بكحول وامسح العلبه من بره سواء كانت كرتون او معدن او ازاز، كده ابقى طهرت الحاجه. التطهير مهم، انا ما اعرفش الحاجات دي مين شهر، لان ممكن الراجل اللي جايبها لي دي يكون زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي حامل الفيروس وما عليهوش اعراض. يبقى اذا دي الطريقه اللي لازم اعملها. برجع تاني انا داخل البيت بقلع الجزم على باب الشقه واجيب قطنه يا فيها كحول يا فيها كلور، وامسح الكعب بتاع الجزمه عشان اضمن، لان في ناس برضو ابتدت ايه خلاص بقى الامور ماشيه ورجعت تاني. فاحنا بنفكر الناس تاني من احنا بكرم، لكن اهم حاجه زي ما قلت لك الخروج من البيت، سواء بقى قلت القبض او للشغل او في الميكروباص او اتوبيس او سوق، حاطط الماسك على وشك. طيب التجارب الخيريه واخر ما يتعلق بها، دول العالم كلها تسابق للوصول الى دواء والى لقاح. عندنا اتكلمنا قبل كده عن ابيجان الياباني، بلازما المتعافين، في ناس كثيره جدا بتقول انه دي ممكن يعني تؤثر بشكل كبير لعلاج هذا الوباء. بص عليك، اي حد بيقول نظريه علميه احنا كعلماء بناخدها بجديه، لا نتعامل ما نقولش لا. ايه الجديد بقى يعني؟ وفي الريمدزيفير ده بيجرب دلوقتي ونتائجه الحقيقه مش بطاله، بس ما نقدرش نقول ان ده علاج. في كم من الادويه، وفي دواء جديد النهارده الصبح
النهارده ابتدوا يجربوه برضو من ادويه الفيروسات. ليه؟ لان احنا لغايه دلوقتي مش قادرين نوصل لدواء محدد. كل دي تجارب سريه وتشترك فيها مصر الحقيقه سواء في مراكز البحوث او الجامعات. والله انا فخوره جدا بعلمائنا بجد موجودين في كل دول العالم. الحمد لله طبعا. في الابحاث المختلفه اللي جوه مصر واللي بره مصر. لان بره مصر مشتركين في كل بلاد العالم. وجوه مصر الحمد لله شغالين دلوقتي الحمد لله. في جامعات ومراكز البحوث بالتعاون مع وزاره الصحه. فكل اللي بيجرى حاليا احنا قلنا دي الادويه وفي التطعيمات ولا الفاكسين برضو في فاكسينات جديده دلوقتي بتتجرب من الاسبوع اللي فات وفي فولنتيرز متطوعين ابتدوا ياخدوها. الفاكسينز دي او هذا اللقاح هياخد سنه تقريبا عشان. ما تقدريش تقولي حضرتك يعني النهارده انجلترا بيقولوا على الخريف، الخريف يعني سبتمبر يعني بكام ثلاث اربع شهور وفي ناس بتقول بعد ست شهور. ليه؟ لان في كذا لقاح الانسب فيهم هو اللي هيطبق. ده في جهاز جديد يا دكتور لسه قاري عنه النهارده الصبح الولايات المتحده الامريكيه روبوت بيكشف او بيقدر ان هو يقضي على الفيروس من بعد يعني وحتى لو دخل مثلا مكان يقدر هو يقضي على كل الفيروس. لا يقدر يعني يعرف ان في فيروس ولا يقضي؟ يعرف ويقضي. بص حضرتك ده روبوت حولوه لهذا الغرض اوريدي عندهم هناك. العلم كل يوم بيتقدم وبناخد الحاجات دي بس لازم نجربها عشان نتاكد. لا وفي معلش كمان في جهاز مش عارفه كانت اي دوله جهاز من بعيد تبقى حد يبقى واقفه ومن بعيد ممكن يعرف اذا عندك ده برضو وارد العلم بيتطور ليه؟ لان طبق قبل كده على فيروسات اخرى